السبت بعد صلاة المغرب اتصل بي الممرض، وكنت في مسجد المستشفى. قال: يا دكتور، المريض الفلاني تعطل المغذي الذي في يده اليمنى، نريدك أن تضعه في يده اليسرى. جئته أسعى، هذا المريض له عندنا 6 أشهر، له عندنا 6 أشهر، 5 منها كنت أكلمه يكلمني وأكلمه كما أكلمكم الآن، واليوم الأخير والشهر الأخير أغمي إغماء تاما لا يحرك ساكنا. جئته هذا المريض وهو مغمى عليه لمدة شهر، فأخذت يده اليسرى أبحث له عن عرق، وأنا أبحث قال: مين؟ قلت: خالد. قال: الدكتور خالد؟ قلت: نعم. قال: ايش تدور يا دكتور؟ قلت: أدور عرق أحط لك مغذي. قال: يا دكتور أنا ميت. قلت له: أنت لست بميت. قال: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى. قلت له: لا، ما أنت بميت. قال: يا دكتور أنا ميت، أنا أرى ما لا ترى، أنا أرى ملائكة العذاب أمامي الآن. فوقعت يده مني ملائكة العذاب في الغرفة رقم 2205 في المبنى رقم 100 من المستشفى العسكري بالرياض. خفت وتركت يده، بل وقعت يده قبل أن أتركها، ونظرت إليه في ثواني وخرجت روحه. فتذكرت ماذا؟ تذكرت حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الصحيح في السنن، رواه 5 من محدثي الأمة، واختصره الإمام مسلم في حديث مختصر. قال البراء بن عازب رضي الله عنه: كنا قد قبرنا رجلا من الأنصار، فبعد أن قبرناه جلس صلى الله عليه وسلم على حافة قبر لم يقبر فيه أحد، وأخذ معه عود ينكث به في التراب، فقال: إذا كنتم في إقبال على الآخرة، إدبار عن الدنيا، أي تحتضرون، فإن كان من أهل الخير فإنه يرى مد بصره ملائكة بيض الوجوه، ويرى موقعه في الجنة. وقد رأيت من هؤلاء 3 ممن قال قبل أن تخرج روحه: يا دكتور لا تتعب نفسك، فإني والله أرى موقعي في الجنة. وقال آخر واحد منهم وحدد في 15/9/1422، قال: يا دكتور إن لا تتعب نفسك، فإني والله متوفى، وإني والله أرى موقعي في الجنة، والحور العين قد اصطفت لي، أشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. هؤلاء 3 يا أخواني اتفقوا على أمر واحد، أتدرون ما هو؟ طبقوا هذه الآيات 3. قضية ليست صعبة لمن أرادها. هؤلاء 3 اتفقوا على عمل واحد كما قال لي أقاربهم، فاتفقوا على أنهم يسابقون المؤذن في المسجد، أنهم ليسوا أهل غيبة ولا نميمة ولا كذب، وأنهم أهل بر وصلة. وهذا هو الزبدة وتتمة الحديث. وقال صلى الله عليه وسلم: وإذا كان من أهل المعاصي فإنه يرى مد بصره ملائكة سود الوجوه شداد غلاظ، وهم ملائكة العذاب، ويرى موقعه في النار. وقد رأيت هذا الرجل، رأيته بعيني هذه، لا أقول قيلي لي، وإنما أقول قلت ورأيت، وسيسألني ربي عنها. قال لكن السؤال، رواه الحديث رواه مسلم
بهذا النص، وهو عند أحمد مطولة في 3 صفحات، وعند النسائي وابن ماجة أيضا ب3 صفحات أو أكثر، يشرح فيه صلى الله عليه وسلم الاحتضار وخروج الروح وما حال المتوفى. إذن إخواني، أمر عظيم وأمر جلل، النتيجة تأخذها قبل أن تغرغر، إما إلى الجنة، وأسأل الله أن يكون لي ولكم ذلك، وتراها قبل أن تدخل القبر، ترى نعيمك في القبر قبل أن تأتيه. وهذه بشارة من ربنا الرحمن الرحيم لكم أيها الوجوه الطيبة، ترى حالك قبل وأنت في الدنيا تأخذ شهادتك بيدك تبرئة لك من كل عذاب. أما البقية، وأسأل الله أن لا يكون من بيننا منهم أحدا، ولا من أمة من محمد منهم أحدا، وأسأل الله أن يهدي كل من ابتعد عن الصراط. أتدرون ما ذنب هذا الرجل؟ أتدرون ما ذنب هذا الرجل؟ ذنب هذا الرجل: كنت آتيه كل يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربعة والخميس، 6 أيام في الأسبوع، 5 أشهر متتالية، أسأله سؤالا واحدا فيجيب جوابا واحدا. أسأله، أقول له: يا خال، كان في 80 من عمره، يا خال صليت الفجر في وقتها؟ فيرد علي: هالحين هالحين يا دكتور. يا خال اتق الله، صلي الفجر في وقتها، هالحين هالحين يا دكتور بقوم، هالحين هالحين، جزاك الله خير. ولم يرد علي بغيرها منذ كان عندنا.